السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع استثماري أودعت فيه يا شباب 3 مرات والثلاث مرات دفع. الموقع بيدي 30% لمدة 24 ساعة. هوريكم أنا دلوقتي إثباتات السحب بتاعتي. أول حاجة هنخش على البير كده، ده آخر إيداع ليا كنت حاطه يا شباب في الموقع، 1 دولار. بعت لي 1 دولار و30 سنت بعد عمولة البيير يا شباب، تمام. وادي اسم الموقع اهو، خدوا بالكم من اسم الموقع اهو، وادي الموقع يا شباب. هنخش كده هنحط عنوان محفظة البيير، وهنعمل زي ما انتم شايفين دي كلها ايداعات في الموقع. لو هنا لاحظنا هنلاقي ناس حاطة 2000 و3000 ومبالغ رهيبة في الموقع ده يا شباب، تمام. انا ما رضيتش اودعت فيه مره وقلت لا هينصب، لا دفع لي مره تانية، دفع لي المره التالتة، فقلت لا انا هعمله فيديو بقى ايه، واللي حابب يشتغل عليه يا شباب يشتغل، تمام. هاجي كده نقوم عاملين دخول. بصوا يا شباب ادي الايداعات بتاعتي وادي السحوبات، ماشي. اول مره انا ودعت 50 سنت كنت بجرب الموقع، تمام. بعت لي 65، تاني مره حطيت 1 دولار دفع لي 1 دولار و30 سنت، وتالت مره حطيت 1 دولار دفع لي 1 دولار و30 سنت، وده رابع ايداع ليا يا شباب في الموقع. ان شاء الله هعمله ب1 دولار كمان، وهفضل معاه ب1 دولار لحد ما ايه يحصل فيه اي حاجه، تمام يا شباب. هاجي من هنا احدد المبلغ 1 دولار، وهاجي ادوس هنا الايداع. طبعا السحب اوتوماتيك، انت ما بتعملش حاجه غير انك بتودع، ولما يعدي الوقت بتاعك الايداع السحب بيجي لك لوحده على المحفظه بتاعتك. هنيجي نعمل تاكد، اهو يا شباب كده الايداع الرابع ليا في الموقع زي ما انتم شايفين اهو. هنا الايداع شغال اهوت، العداد بيعد. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. طبعا من هنا الرابط الاحاله بتاعك، لو انت تقدر تجيب احالات للموقع بيديك 20%. اهو يا شباب رابط الاحاله بتاعك اهو. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. واي استفسار سيبولنا تعليق اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.